السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون اموركم هانيه، كل شيء بخير. جمعه مباركه ان شاء الله، تدخل عليكم الصحه والسلامه. هذا اليوم نحضر لكم تيراميسو بشكل جديد ومغاير، وان شاء الله غادي يعجبكم. وغادي دابا ندوزو نشوفوا المقادير. عندي قهوه سريعه الذوبان، عندي 500 مليلتر ديال الكريمه، يعني كريمه الخفق اللي خاصه بالحلويات ماسكاربون. عندي 80 غرام ديال سكر كلاصي او السكر بودرة، وعندي الحليب اللي غدا ندير فيه هذوك الصبيعات، وعندي الفاني، عندي كريم بودرة كريمة الخفق. خديت الماء، غدا نوضع فيه قهوة سريعة الذوبان. كما كتشاهدوا هاد القهوة هادي راها مطحونة، يعني بودرة راها متواجدة كاع في لي سوبر مارشي. وضعت تقريبا جوج ديال المعالق كبارين، يعني الماء اللي الكافي اللي غادي نستعمل فيه هاد الصبيعات. وراه ما غاديش نستعمل كاع الصبيعات في القهوة، يعني غادي نحاول نقسمهم على جوج، نص بالحليب والنص الآخر غنديرو بالقهوة، باش هكا تجي النكهة أو المذاق مختلف. وكنخلط هاد نيسكافيه مزيان، هذا نحطها هي والحليب جانبا، وغادا ندوز دابا باش غادا نجيب إناء باش نوضع فيه الكريمة، كريمة ديال الخفق، يعني كل قرعة فيها 250 مليلتر. أنا استعملت جوج، يعني 500 مليلتر بالنسبة لهذه الكمية اللي عندي. أنا درت هذاك الباكي ديال البسكوي ونصف آخر، يعني ماشي غير هذاك القدر، وإنما زدت واحد النص كان عندي. وضعت الفاني مع الكريمة، وغدا نوضع الساشيات ديال الكريمة بودرة. وضعت جوج ديال الساشيات، يمكن لكم تستغناو عليهم، هادو ماشي يعني مجبرين انكم تستعملوهم، غير انا وضعتهم، يعني يمكن لكم تكتفيو غير بماسكاربون والكريمه، كافيين لهاد الوصفه هادي. غادي يجي الشكل ديالها بحال التورته، يعني الشكل والمذاق كيجي زوين. وضعت التيراميسو مع الكريمة، وزدت عليه السكر كلاصي، وهذا نبدا نطرف فيه حتى يولي عندي خليط متماسك. وهاد الوصفات يعني راه حتى في رمضان كنستعملوهم هكا كتاح ليا من ورا الماكلة، ضروري كنبغيو شي حاجة يعني حلوة، ماشي بالضرورة حتى تكون شباكية أو لشي حاجة أخرى، حتى هذا كيجي ديسير يعني زوين وخفيف على المعدة، ماشي تقيل. يعني يمكن لكم تقلو من الكريمة، ما تكتروش، وحتى الحلاوة كذلك يمكن لكم تنقصوا السكر. كما كتشاهدوا الكريمة بدات كتماسك، والماسكاربون كيخليها قابطه في راسها، هو كريمه ساشي بودره. انا بغيت نتقاسم معكم هذه الوصفه هذه، لانها خصوصا بالنسبه للسيدات اللي كيصعب عليهم انهم يطيبوا الجينواز ويعمروها ويقادوها ويديروا فينيسيون، خصوصا ملي يكونوا هكا الضيوف. يعني هاد الطريقة هادي سهلة وزوينة في نفس الوقت، كتجيب بحال الطورطة، والشكل ديالها كيجي أحسن وكيبان متعوب عليها، مع أنها هي سهلة ما كتاخدش كاع الوقت بزاف.
يعني في وقت وجيز يمكن لكم توجدوها. وخديت الأصابع ديال البسكوي وغادا نبدا نقطع فيهم هكا على جوج. المهم نتوما راه كتشوفوا الإطار اللي كيكون عندكم ديال أو المول اللي غادي نستعملوا فيه هاد الوصفة هادي، وخاص ضروري يكون يتحل من الجناب باش تبقى لكم باش يكون لكم هاد الشكل زوين ويخرج لكم كما هاد، يعني يخرج بحال التورته. ما يمكنش لكم ديروها في شي هكا قالب اللي يكون مغلوق وما عندوش منين يتحل، هذا كيتحل يعني كيبقى الشكل كما هو كما كنصايبو ملي كندخلو الثلاجه. دخلته تقريبا انا غير شي ساعه ماشي بزاف وتماسك صافي وحليت عليه هاد المول هذا وخرج مقعد يعني بحال الشكل ديال التورته. وكما كتشاهدوا خديت الاصابع ديال البسكوي هاد النصف هذا غدا كنغمسو في الحليب، غير تغميسه خفيفه يعني ما نخليش بزاف باش ما يتهرش بسرعه ويتعجن. وغدا نبقى نغمس فيهم هكا بالحليب على هاد الشكل ونحاول نضغط عليهم غير بشويه خفيف هكا باش يلصقوا لي على الجوانب ديال الاطار. يعني كنستمر هكا بنفس الطريقه كنوضع في الحليب وكنستف. كتلاحظوا يعني الطريقه بسيطه بزاف كاع. وإلا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الوصفات السريعه البسيطه اللي في يعني بامكان اي سيده انها تحضرها، خليوها ليا في لي كومونتير باش نبقى نبارطاجي معكم الوصفات السهله والسريعه. وغادا نبقى مستمره حتى ننتهي. كنوضع في الحليب، انا تعمدت نخلي لكم الفيديو هكا باش تشوفوا كيفاش كدور يعني الدوره ديال هذه البسكوي كامل. بغيت نقطع باش تشوفوا بالتفصيل. وهاد الاطارات هادو راهم موجودين، يعني ماشي بالشرط انكم ديروا هاد الاطار هكا المستطيل، يمكن لكم تستعملوا المربع او الدائري، غير الاهم انهم يكونوا يتحلوا يعني باش يبقى لكم الشكل كما هو. وخديت دابا الخليط الاخر ديال القهوه او نسكافيه مع الماء اللي غادا ندير نفس الطريقه. طبقة غادا ديال تكون ديال القهوة غادا تكون لتحت، والأصابع الأخرى اللي بالحليب درتهم في الجوانب، يعني كيكون تنوع في المذاق، يعني نكهة القهوة والحليب. وغادا نبقى مستمرة هكاك حتى انتهي، يعني نستف كاع دوك الصبيعات اللي درت في القهوه. ودابا غادا ندوز باش نوضع الكريمه او الطبقه الثانيه ديال الكريمه. كما كتشاهدوا جا داكشي مستف ومنظم وحتى الشكل ديالها كيجي راقي، والتزيين راه كيبقى اختياري على حسب الذوق. وضعت الكريمه راني دايره السكر قليل بزاف، درت غير 80 غرام. راه كاينين بزاف ديال السيدات كيوضعوا نسبه السكر عاليه تقريبا 200 غرام 180، انا كتجيني بزاف، انا درت غير 80 غرام. وعلى حسب الذوق ديال كل سيده يمكن لكم توضعوا يعني القدر اللي كتبغيو نتوما، كاين اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي ما كيبغيش، المهم كيبقى اختياري. وكما كتلاحظوا قديت الكريمه الطبقه الاولى، وغدا نوضع اصابع البسكوي للمره الثانيه كما كتشاهدوا. غادي نبقى هكا حتى ننتهي. ومن بعد وضعت الطبقه الثانيه ديال الكريمه وزينتهم بالكاكاو بودره
يعني الخاص بالحلويات لهذا الشكل، وقدمته هكا بهذا الشكل. وضعت الكريمة وزينتهم بقليل من حبيبات هكا ديال الفرامبواز، والتزيين يبقى اختياري، يمكن لكم تكتفيوا غير بالكاكاو، ما تزيدوش مازال. انا غير هكا زينتهم، راكو عارفين الوليدات كيعجبهم الكريمة بزاف. ودابا غادي نقطعها، انا خليتها غير ساعة في الثلاجة، يمكن لكم نتوما تخليوها مدة اطول، مكينش مشكل، غير تغطيوها قبل ما تدخلوا الثلاجة، ما يبقاش هكا كريان. ودابا غادي نوريكم كيفاش جا الشكل ديالو من الداخل، كيجي بحال الشكل ديال الكاطو. وهذا كيجي بحال شي جينواز هكا، والد كيجي زوين. وهنا البنات كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ويلا عجبكم بحال هاد الوصفات ديروا لي لايك باش ان شاء الله نعطيكم المزيد، نعطيكم وصفات يكونوا احسن. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك. والسلام عليكم.